وللمزيد أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذ محمد أنا برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز، ونحن نتحدث عن القضية الفلسطينية. مصر لم تغب عن هذه القضية لحظة، وهي في الحقيقة كانت أول المنادين والداعمين فيما يتعلق بالوصول لتسويات سياسية. هل هذا يوفر لمصر ما يصعب توفيره لغيرها من فهم وإدراك لأبعاد هذه القضية؟ تحياتي لحضرتك. في الواقع يعني موقع مصر على المستوى الجغرافي وعلى المستوى الجيوسياسي وعلى المستوى التاريخي حتى يوفر لها بالتأكيد أدوات لا تتوفر إلى غيرها من أجل التدخل في مثل هذه الأزمات، وأيضا يوفر لها فهم حقيقي ل يعني أبعاد الأزمة وتداعياتها وطرق حلها. بمعنى أن مصر على مدار السنوات الماضية أو العقود الماضية حتى كانت لها انخراطات عدة في ملف الفلسطيني. بطبيعة الحال كان هذا ينبع من يعني دور مصر القومي والتاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني على مدار المراحل المتعددة التي مرت بها هذه القضية منذ فترة الكفاح المسلح مرورا ب او وصولا الى فتره ما بعد معاهده اوسلو. في جميع هذه المراحل كانت مصر يعني لها يد، هي يد ايجابيه وبناءه لمسانده الفلسطينيين في جميع هذه المراحل. لكن في المرحله المعاشه والتي تكررت يعني باشكال اقل حده خلال السنوات الاخيره كانت دوما تتدخل من اجل نجده الاشقاء في غزه، نظرا لان اسرائيل كانت تبادر دوما باستخدام ورقه السلاح ورقه القوه لمحاوله يعني وضع او يعني يعني جعل الوضع الحالي في غزه ومحيط غزه وفي الضفه الغربيه وواقع الاحتلال وواقع الاستيطان يعني وضع يكون مقبولا او يفرض قبوله بالقوه على الدول العربيه وعلى فلسطين. ولكن كانت مصر دوما تضع مجموعه من المحددات والنقاط التي تستند عليها في موقفها من القضيه الفلسطينيه، ترتكز على رفض اي اجراءات احاديه من جانب اسرائيل كقوه احتلال، الحفاظ على الوضع القدس، والعمل على جعل أو الوصول إلى الهدف الأساسي وهو الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. حل الدولة بشكل عام هو من أسس هذه الرؤية، بجانب أيضا نقاط أخرى تتعلق باللاجئين، حق العودة، عدم يعني تقنين أو فرض بالأمر الواقع أي إجراءات على الأرض سواء داخل القدس أو فيما يتعلق بالمستوطنات. وبالتالي هذا الإطار العام يضاف إليه السعي المصري الدائم لتوحيد الكلمة الفلسطينية عبر استضافة العديد من اللقاءات التي جمعت بين الفصائل الفلسطينية وكان آخرها في مدينة العلمين. هذا الجانب يعني توازى مع الجانب المتعلق بالتدخل في مثل هذه المواقف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حلول لمعالجة الآثار التي تنجم عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ونحن نرى خلال الأيام الأخيرة جولة عنيفة وغير مسبوقة من القصف نتج عنها وضع إنساني صعب داخل قطاع غزة. وبالتالي مصر أيضا دورها في هذا الإطار يتعلق بنجدتهم ومحاولة إيجاد يعني صيغة يمكن من خلالها إدخال المساعدات الإنسانية، وهذا ما تعمل عليه مصر وشركائها الدوليين في الوقت الحالي، إيجاد حتى هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. طيب أستاذ محمد، بدأ الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة يمكن منذ دقائق قليلة، ماذا نتوقع من قرارات من تحركات خلال هذا الاجتماع؟ يعني أعتقد أن وحدة الموقف العربي في مثل هذه الظروف هي يعني نقطة محورية تقدم الدعم للفلسطين بشكل عام وللوضع في غزة بشكل خاص. يعني الوحدة هنا لا نتحدث عن أن بالطبع جميع الدول العربية تتفق على أن الاحتلال الإسرائيلي لابد أن ينتهي ولابد أن يحصل الفلسطينيين على دولتهم، ويجب أن تتوقف الاعتداءات والحصار والتضييق على الفلسطينيين في غزة وفي القطاع وفي الضفة الغربية. ولكن أعتقد أن المهم هنا هو إبراز الموقف العربي بشكل موحد، لا توجد فيه أي ثغرات أو أي اختلافات أو تباينات ما بين هذه الدولة وأخرى. يجب أن يكون الموقف موحد ومعلن لدعم الفلسطينيين وللضغط بشكل كبير على المجتمع الدولي للإيفاء بما يعني يتوجب عليه في مثل هذه الظروف، لأن الوضع الإنساني في غزة هو أولوية يفرضها الواقع لازم نراه الآن على الأرض. بمعنى أنه لا يمكن ترك إسرائيل تقصف قطاع غزة بهذه الوحشية وترك الفلسطينيين اليوم يعني الكهرباء في غزة انتهت تماما.
وبالتالي الحصار أصبح واقع على القطاع، منع مياه الشرب، منع أي محاولة لإدخال أي مساعدات، وبالتالي الجهد الإنساني والإغاثي يجب أن يكون أولوية الدول العربية، ويجب إيجاد آلية لإيصال هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة، ومن ثم العمل بشكل عربي جماعي على استغلال دور مصر في محاولة إيقاف النار وتهدئة الوضع الحالي في غزة. طيب أوراق الضغط أستاذ محمد، من وجهة نظر حضرتك اللي ممكن نقدر من خلالها أو نشوف تحركات وموقف عربي موحد، كيف من الممكن أن يتم ترجمة هذا الموقف الموحد في صورة تحركات على أرض الواقع يا فندم؟ يعني بطبيعة الحال الموقف العربي الموحد ظهر وإن كان بارزا هو في حد ذاته نقطة أو ورقة ضغط، بمعنى أن المجتمع الدولي دوما عندما يتدخل في أي أزمة أو يتواصل مع أطراف الأزمة، عندما يجد أن الطرف الطبيعي الذي من المفترض أن يساند الطرف الفلسطيني في هذه الحالة هو الدول العربية لا تتوحد على موقف واحد واضح وبارز مثل هذه الظروف، هذا يجعل من المجتمع يعطي للأطراف التي استطاع أن نقول أنها متشددة في الجانب الغربي فرصة للقول أن إسرائيل تم الاعتداء عليها وتركوها لتأخذ ثأرها إن جاز التعبير، ولكن عندما تتوحد الكلمة العربية ويتم مخاطبة المجتمع الدولي بوحدة وبضغط على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى حتى الاقتصادي، يعني لو تعدى هذا الأمر كما حدث، يعني هناك مناسبات تاريخية سابقة كان للدور الاقتصاد العربي فيها دور في مساندة الحقوق العربية. صحيح. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.